نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وتحديدا هنروح لمنتخب مصر لكرة السلة رجال اللي فاز على منتخب المكسيك بنتيجة 172 في ثالث مباريات بطولة كأس العالم اللي بتتلعب في الفلبين. بكل تأكيد بالنتيجة دي كمان يكون المنتخب المصري احتل المركز الثالث في المجموعة، وهيلعب على المراكز من ال 17 لحد ال 32 بكل تأكيد. دي نتيجة ومحصلة إيجابية كأول منتخب عربي يفوز في البطولة. طبعا بكل تأكيد مجهود كبير طبعا بذلوه عشان يوصلوا لهذه النتيجة. عايزين نعرف بقى كواليس ما يدور في هذه البطولة مع الأستاذ عمرو مصلحي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة اللي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، صباح الكل عليكم، صباح الخير على مصر. يا اهلا بيك يا استاذ عمرو. استاذ عمرو، النتيجه كويسه ونتيجه جيده ونتيجه قويه كمان حققها المنتخب المصري على المنتخب المكسيكي، هل كنا متوقعين هذه النتيجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا طبعا احنا يعني كاتحاد مصري طبعا بذلنا مجهود كبير جدا مع المنتخب المصري كره السله الرجال، وكل الدعم وكان كل خزينه الاتحاد المصري كانت مهيئه للفريق الاول وبرنامج الفريق الاول. الدكتور مجدي ما دخلش، الوزاره ما دخلتش، و يعني عملنا برنامج قوي جدا واعداد قوي جدا للفريق. هو كوتش روي كان عامل برنامج ان هو او التارجت بتاعه ان هو يحقق مكسب في هذه المجموعه. وقد حقق، ان احنا يعني مشينا بخطه ثابته في الاول من الاول مع ليتوانيا، لعبنا ماتش هايل رغم ان فرق المستوى الكبير مع المنتخبات دي، لان احنا بنلعب يعني مدارس مختلفه، مدارس قويه جدا، وكل مدرسه لها طابعها الخاص يعني. انما يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز على المكسيك، وده يعني انجاز اول مره يحصل على مستوى المنتخبات السابقه. ما حصلش ان احنا كسبنا قبل كده ماتش او جيم في بطولة العالم ان مصر تحقق فوز، اول فوز ليها في كأس العالم على المستوى النقط الصفر. طيب يعني حضرتك تحدثت عن فكرة انه اختلاف المدارس او طريقة اللعب المختلفة، هل ده من وجهة نظر حضرتك ممكن يكون السبب اللي خلانا نتعثر في اول وتاني مباراة في البطولة، ولا في اسباب تانية؟ لا طبعا، هو احنا ما يعني كويس ان احنا اولا كويس، او ده يعني انجاز يحسب لهذه الفريق، لهذه المجموعه من اللاعبين، ان هم يحققوا هدفهم ان هم يوصلوا لكاس العالم. ده انجاز طبعا بالنسبه لنا على مستوى المنافسات القويه جدا في افريقيا ومستوى العالي في افريقيا. يعني الحمد لله ان مصر حققت هدفها بالتاهل لكاس العالم، دي واحد. انما كل مره بنقول احنا نحقق ونلعب يعني بمستوى جيد، لا، احنا المره دي كنا مخططين ان احنا لا نكمل عشان عندنا هدف اخر هو الوصول لاولمبياد 2024. احنا لعبنا الماتشين الاولين يعني تدريجيا مع مستوى عالي جدا، اللي هي ليتوانيا طبعا فريق من الفرق المرشحه، فريق حاصل على ثالث عالم سابقا، بنلاعب بورتريكو برضه، دي فرقه من الفرق القويه جدا جدا جدا. كنا لعبنا مستوى برضه جيد معاهم، وكان المفروض يعني رغم ان هو عاصم مرعي ما كانش موجود بسبب انه جاله حساسيه قويه جدا مفرطه، فده ما كملش الماتش، وحاول يشترك مره واثنين، وطبيب الفريق حاول ان هو يدخله في الماتش، ما حصلش طبعا، ما لعبش، وده كمان اثر على الفريق ان هو كان ممكن يحقق ان احنا نكسب برضه هذه الفرقه. الحمد لله على كل حال ان احنا كان هدفنا وتارجتنا ان احنا نكسب المكسيك، لان الماتش ده يأهلنا ان احنا نبقى ثالث مجموعه هتلعب المجموعه دي اللي هي فيها الاردن وفنزويلا اللي هو الثالث والرابع. احنا هنلعب الاول ماتش مع الاردن ان شاء الله اللي جاي، ومع كل ما تحصل على عدد النقاط كل ما يأهلك ان انت تلعب، تبقى انت اول فريق افريقي يخش بالبطاقه بتاعته بعدد الفوز بتاعه او عدد النقاط بتاعته. طيب فنيا بقى يا استاذ عمرو،
ازاي اتعامل الكندي روي رانا مع هذه المباراه، المدير الفني طبعا للمنتخب، ازاي اتعامل مع هذه المباراه الاخيره، وازاي بيتعامل بشكل عام مستعد لهذه البطوله؟ زي ما قلت لك احنا لعبنا على فكره ماتش مع او جيم مع منتخب المكسيك قبل كده في ابو ظبي، كان مباراه اعداد للفريق، وكان ورغم الخساره منه لان كان في تفاؤل كبير جدا للاعبين، وكان هو بيعد العده ان هو يكسب الماتش ده وقد تحقق، لان هو يعني يعني درس الفريق كويس جدا جدا، كان بيقراهم من خلال هذه الوديه، قالت لا يعني ازاي هتلاعب فريق بيلعبك في كاس العالم في الاعداد. رغم كده لا كوتش روي اصر، قال لك لا مش مشكله انا هلاعبهم هلاعبهم كده، هو عارف مفاتيح الفريق بتاع يعني هو ما اكتفاش ان هو يتابع مبارياتهم فقط، لا هو فكر انه يلعب معاهم مباراه وديه بالظبط. طيب استاذ عمرو، يعني زي ما كنا بنتكلم في البدايه انه بعد فوز منتخب ده الوطني على المكسيك، احنا دلوقتي بيلعب في المراكز من 17 لحد 32، حتى الان لو بصينا للصوره الكامله، يعني موقف منتخبنا الوطني للسله للتاهل للاولمبياد اللي جايه ايه؟ يا فندم يا ريت بس تحاول تبسط لنا طبعا الامور تاني. لا هو صوت حضرتك بيقطع، انا اسف عشان انا بعيد يعني. اتفضل. انا احنا عندنا كل نقطه وكل عدد يعني النقاط اللي في احنا تحصل عليه في الماتشات بيديلي فرصه وادفانتج ان انت تطلعي كاس الاولمبياد فرنسا ان شاء الله. بتبقى اول فريق يبقى افريقي كل يعني قصدي كل النقاط او فرق النقاط اللي بتحصل من 17 ل 32، لو انت حققت اكثر فوز في المباريات تتاهل مباشره للاولمبياد. دي يعني مش عارف اوصفها لك ازاي، بس هو ده يعني كده حضرتك قربت لنا الصوره. يعني احنا بالنسبه لنا ايه المنتخبات المفروض هيلعبها منتخبنا الوطني اللي هي تمثل له عقبه؟ ولا حاجه، انت عندك الماتشين اللي هم الماتشين دول كسبتيهم ان شاء الله تخشي، كل ما يعني كل ما تكسبي كل ما تاخدي نقط اكتر، وهي دي هي ده هو ده الهدف بتاعنا ان احنا مفهوم يا فندم. يعني النقطه دي وصلت. انا سؤالي لحضرتك، في منتخبات نعم. احنا خلينا نقول عاملين لها حساب اكتر من غيرها؟ نفسك عندك وربي نفسك كل اللي بيفرق دي بتنافسك على البطاقه دي، مش انت بس يعني، انت افريقيا بتنافسوا على ان هم يحصلوا على هذه البطاقه. لو ما حصلش في راوند تاني بتدخلي مع كل الفرق اللي ما يعني ما اشتركتش في افريقيا، هم بيلعبوا دوره دلوقتي هيطلع منهم اربع فرق، هتخشي تاني تلعبي تصفيات ان انت تتاهلي للاولمبيك. لو انت كسبتي وطلعتي اول على افريقيا بنقاطك اللي موجوده دلوقتي في كاس العالم، هتخشي مباشره على طول بطاقه من بطاقات التاهل كل التوفيق ليهم طبعا يا استاذ عمرو، بنتمنى لهم كل التوفيق، عاملين نتائج كويسه جدا ومبشره ان هم يوصلوا في هذه البطوله، ربنا يوفقهم. الاستاذ عمرو مصلحي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، شكرا جزيلا لحضرتك.